بقول لك اديشا، قلت يلا بينا نروح نفطروا. لا مش عايز يا عم. مش عايز يا عم؟ وانت اكلت حاجه من الصبح؟ وانت صحيت ونزلت على طول؟ لازم تهتم باكلك اكتر من كده يا ديشا، احنا بنتعبوا في الشغلانه دي. غافي دي فوغي كونتورو غي كونتورو مسيو. ما كانش حلو. ايه بتقول يا عم؟ في ايه؟ في ايه يا ديشا؟ مالك يا ابني؟ في انت بتنح في ايه؟ ابن اللذينه بس غريبه يعني، انت اول مره تبص على واحده. طب متعرفش دي مين؟ لا يا اخويا انا اعرف منين، بس سهله دلوقتي ننضف اوضتها ونعرفها هي مين. بس معلش يعني ديشا، احنا شباب زي بعضينا. اه انت هتستفاد لو عرفت ديشا. ماشي يا ديشا. طب ما انا اعمل نفسي اللي انا عملته امبارح، ويمكن انا عرفت اسمك. اسمك سلمى. تعالي يا سلمى بقى عندي الشباك، تعالي اخرجي زي ما خرجت امبارح. ايه ده ايه ده ايه ده؟ لا 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 ده كتير بقى. طب ازاي؟ ازاي؟ لا كده انا هتكلم ازاي؟ عمر عمر تحية ديش. هو بقول لك ايه، هو انت عمرك تمنيت حاجة او فكرت في حاجة ولقيتها بتحصل؟ لا عمري ما تمنيت حاجة وحصلت أصلا. خالص؟ خالص أقسم بالله. بس تعرف يا ديشا، أنا من رأيي يعني إن موضوع إن الواحد يتمنى حاجة. طب ما نسأل عم جد الله. عم جد الله. صباح الفل. يا صباح الفل والياسمين. إزيك يا فستان؟ الحمد لله. كويس. الحمد لله. عينيا يا حبيبي. هو أنت عمرك تمنيت حاجة أو فكرت في حاجة ولقيتها بتتحقق زي ما أنت فكرت فيها بالظبط؟ طبعا بتحصل بس قليل. اشمعنى يا واد؟ لا ابدا، اصل من كام يوم كده كنت بفكر في واحد صاحبي وبعدين لقيته في وشي على طول. لقيته في وشك؟ دي تبقى صدفة. صدفة؟ اه صدفة. طب ايه رايك ان انا تاني يوم فكرت فيه وبنفس الطريقة بالظبط ولقيته برضه ظهر في وشي؟ ولقيته في وشك؟ ده بقى يا ابني يبقى اسمه تخاطر. تخاطر؟ ها؟ يعني ايه تخاطر ده؟ ما سمعتش انا التخاطر؟ لا لا خالص. ده بقى يا سيدي يعني انك تقدر تنقل فكره من مخك لمخ شخص تاني. اه يعني تنقله خيالات، احساسات او كلمات. وبيقول لك في ناس عندها قدره عجيبه انها تنقل رساله مثلا. رسالة مفهومة من مخ شخص لمخ شخص تاني وبشكل حقيقي جدا. أنا سمعت الصراحة عن الكلام ده بس ما فهمش فيه خالص. هو الموضوع ده حصل معاك أنت؟ ما تقولش إنها حصلت معاك أنت، أوعى. لا 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 خالص مش أنا. ده موضوع كده بس لقيت واحد صاحبي حاطه على الفيس فقلت أسألك عنه يعني لأنه غريب قوي. أنا في المسألة دي ما عنديش معلومات كافية لكن بسمع. أنا ماشي، متشكر جدا يا عم جد الله، معلش صدعتك. صدعتني. يلا يومك نادي. صباح الخير. اهلا 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 وسهلا. ها قهوتك يا هانم؟ اه ارجوك. ها هو انا اعرفك؟ انا؟ سوري اعرفك؟ اه يمكن، اصل انا شغال هنا. اوكي. اصل انا شفتك امبارح واول امبارح لما كنت ببص من الشباك. اه انا اسف جدا لو كنت ازعجتك.
لا هو انت ما ازعجتنيش ولا حاجه، بس انا مستغربه ليه كنت كل شويه اطلع من الشباك، وكنت كل ما بطلع بلاقيك انت. غريبه صح؟ اه غريبه، غريبه قوي قوي قوي، مش كده؟ بس صدفه، صدفه اكيد صدفه. قهوتك يا فندم. ميرسي، تسلم ايدك. شفا. اكيد طبعا صدفه. طب وانت بتشتغل ايه هنا؟ اوعى تقولي انك في الهاوس كيبنج. انا شغال في الحسابات. اوكي. سلمى منصور سكريبت رايتر، مؤلفه يعني. اه مصطفى الرومي. مؤلفه بتكتبي افلام وكده؟ اه بس ده اول فيلم اللي انا بكتبه يعني، بكتب فيلم عن اسكندريه. حلو حلو. بالتوفيق ان شاء الله والفيلم يكسر الدنيا. ربنا يخليك. هاي عن اذنك يا مصطفى، عايزاك انا مكتب الاداره فوق. تمام تمام انا جاي. معلش الاوديل ما بيستغناش عن الحسابات بقى. قلت لك اتفضل. يا اهلا اهلا بحضرتك. انت ايه اللي موقفك مع الجاست يا مصطفى؟ انت مش عارف ان ده ممنوع هنا؟ تمام يا فندم. هو ايه اللي تمام يا فندم؟ يعني تمام كلام حضرتك تمام. لا بقول لك ايه، حكايه انك بتاثر في الكلام دي ابتدت تعصبني. لما اسالك على حاجه ترد باجابات مفهومه، كنت واقف معاها عشان كذا، كانت بتسالني عشان كذا، جمل مفهومه يا مصطفى من فضلك. هي وجهت لي كلام وانا ما ينفعش حد يوجه لي كلام وما ردش عليه. اه كانت بتقول لك ايه بقى؟ كانت بتسالني على مواعيد المطعم. ياه الحوار ده كله كانت بتسالك بس على مواعيد المطعم؟ طيب تمام، انت بقى مخصوم منك يوم النهارده، ولو الموضوع اتكرر تاني انا مش هقبل بوجودك في الفندق هنا، حتى لو كنت من طرف مستر جاسر. واضحه؟ واضحه. يلا اتفضل على شغلك. يا ريتك كنت اهم من كده شويه، شكلك بيعجبني. حضرتك تحب تشرب حاجه تاني؟ لا بس ده عندنا هنا فندم فيه مينيمم تشارج. شاي. تمام اوكي. معقولة مش هتيجي؟ طيب ما لو مش هتيجي الغي الشاي بقى، ده كل حاجه هنا نار. لا لا هي جايه، سلمى جايه اكيد جايه. معقول دي برضه صدفة؟ أمال؟ صدفة طبعا أكيد أكيد. اتفضلي اتفضلي، ممكن تقعدي؟ أصل أنا كنت بتمشى وكنت بفكر أروح الكافيه اللي في الأوتيل، وبعدين لقيت نفسي بغير رأيي وباجي على هنا، بس بإحساس غريب قوي، نفس الإحساس اللي حسيته وأنا بقوم ببص من الشباك من غير أي إرادة مني. حاجة غريبة قوي. هي فعلا حاجة غريبة قوي قوي. أنا عن نفسي مستغرب. طب أنت مستغرب ليه؟ عشان يعني كل ما بعوز أشوفك بلاقي نفسي بشوفك. يعني مش فاهمة تقصد إيه؟ لا ما أقصدش حاجة، أقصد اللي قلته بالظبط. كل ما بعوز أشوفك بلاقي نفسي بشوفك. آه يعني أنت بتراقبني ولا ماشي ورايا ولا أنت بتعمل إيه بالظبط؟ لا لا خالص خالص ولا أي حاجة من الحاجات دي يعني، بس يمكن القدر هو اللي يكون عايزنا نتقابل ونقعد مع بعض. يا سلام، والقدر هيعوزنا نتقابل ليه إن شاء الله؟ مش عارف بقى، ممكن نسأله. لا أكيد أكيد خير خير إن شاء الله. أنا أصلاً مش عارفة إيه اللي مقعدني معاك دلوقتي. لو عايزين أقوم أنا ممكن أقوم. لا 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 تقوم إيه؟ أنا اللي جاية عليك. في حاجة غريبة تانية دلوقتي. خير؟ يعني مرتاحة أوي وأنا قاعدة معاك ومبسوطة وأنا أصلاً شخصية ما بتثقش في أي حد وخصوصاً الرجالة. والله إحنا مظلومين، وبعدين ما تصدقيش كلام المسلسلات. مسلسلات إيه؟ المسلسلات دي أنا اللي بكتبها أصلاً. مش قصدي أنا بالذات يعني، أنا أصلاً عمري ما كتبت مسلسلات. أنا بتكلم عن الزملاء.
وبعدين على فكره احنا ما بنجيبش حاجه من دماغنا، الحاجات دي موجوده وبنشوفها بنسمعها كل يوم. اه طبعا موجوده اكيد، بس برضه مش كل الناس زي بعضها. عندك حق، احنا اصلا مش زي بعض. ماشي انا بفكر اقوم. لا اقعدي، اوعي تمشي، اقعدي اوعي تمشي. ممكن اقعد شويه؟ لا دي حلوه قوي. تاكل حاجه؟ اه ممكن ناكل طبعا. انت معكش فلوس يا بني ادم. سلمى الغي فكره الاكل دي خالص، الاكل هنا مش حلو. والله اقول لك مش عايز اكل خلاص، انا حاسه الاكل هنا مش حلو. ايوه بالظبط كده، الاكل هنا وحش قوي قوي قوي. كنت لسه حالا هقول لك. ممكن اشرب نسكافيه؟ ولا معايا حتى حق النسكافيه. سلمى بلاش تاخدي حاجه من هنا خالص. لحظه واحده ندهلك الويت. لا بقول لك ايه، انا ولا حتى عايزه النسكافيه، مش هشرب نسكافيه خلاص. على فكره انت متردده خالص خالص خالص. لا والله خالص انا عمري ما كنت متردده، بس بجد انا مش عارفه مالي. انا رايحه الاوتيل. اوكي اه اتفضلي اتفضلي. حصل معايا ده معقول انا عندي القدره دي؟ انت بتسال؟ ما انت جربت وعرفت بنفسك انه عندك. لا انا لازم اعرف الموضوع ده. انا كده اصلا ممكن اتنقل في حته ثانيه خالص، ممكن ابقى بني ادم تاني. بقول لك ايه، انا حاسه ان الدنيا رايقه. طب يلا انا مستنياك، هسيب لك الباب مفتوح. بتعمل ايه هنا؟ مستر جاسر انا جيت هنا بس يعني كنت بتكلم معاه في حاجه خاصه يعني. بيعمل ايه ده عندك؟ زي ما قال لك يا مستر جاسر، كان بيتكلم معايا في موضوع مهم. مستر جاسر حضرتك يعني دخلت علينا فجاه، شفت حاجه غلط؟ شفت اي حاجه مش مظبوطه؟ ما انا غلطان، الظاهر ان انا كان المفروض استنى شويه. مستر جاسر من فضلك انا مش هقبل بالتلميحات دي، عادل زميلي وزي اخويا وفي ما بيننا شغل، وزي ما بيدخل المكتب وبنبقى لوحدنا دخل هنا كمان. ولو حضرتك شايف ان في اي حاجه غلط انا ممكن امشي من هنا فورا. عادل انت تمشي حالا، تنزل من هنا على بره الاوتيل. يلا up to you. عادل ازيك؟ اهلا مس ديما. مستر جاسر فين؟ معرفش، ما بردش على تليفونه ولا في اوضته ولا في اوضه المكتب. قلت لحضرتك معرفش. ايه ده؟ هو انت في ايه؟ مالك؟ مفيش حاجه. انا هطلع اشوفه فين. اوكي ماشي. على فين يا مستر عادل؟ بلم حاجتي زي ما انت شايف واسيب الاوتيل. طب والريسبشن مين هيبقى مسؤول عنه؟ معرفش، مستر جاسر يعرف كل حاجه، اساله. اساله؟ هو ايه اللي بيحصل ده؟ ايه
انت ايه اللي جابك الاوتيل دلوقتي؟ وانت كنت بتعمل ايه جوه عند دنيا؟ مش شغلك، انا اتخنقت منك ومن اسئلتك كتير وتدخلك في حياتي. انت اصلا مالكيش انك تساليني عن اي حاجه. عايزه ايه اكتر من اللي انا عامله لك يا ديما؟ معيشك انت واهلك ملوك، ايه المطلوب اكتر من كده؟ ياسر انا بني ادمه، انا مش مجرد عروسه حلوه ساحبها في ايدك في كل حته. هو انا ناقصني ايه بالظبط كده؟ انت ناقصك ايه؟ انت مش ناقصك اي حاجه، اديكي قلتيها بنفسك. ما انا بسالك عايز اعرف ناقصني ايه عشان تحبني. احبك؟ احبك ليه يا ديما؟ هو انت بتحبيني؟ انت بتحبي فلوسي، بتحبي احساسك بالامان، اني ليكي ضهر انت واهلك. ديما انا لو بطلت اعمل الدور ده انت هتندمي قوي. بعد كده لما ما ردش عليكي في التليفون ما تجيش تدوري عليا في نص الليل ابدا، فاهمه؟ ده اخر انذار ليكي. يلا روحي روحي. حاضر. روحي. صباح الخير. اهلا اهلا. صباح الخير. اهلا يا مدام. ازيك؟ قهوتي. ارجوك. عيني. تسلم عينيك. ازي حضرتك يا نسلمى؟ الحمد لله تمام. ايه الاخبار؟ اتمنى تكوني مبسوطه معانا في الاقامه في الاوتيل. مبسوطه جدا، الاوتيل يجنن. بس في حاجه واحده بس. انا من امبارح حطيت الكارت بتاع الهاوس كيبنج على الباب ومحدش نظف اوضتي. لا ازاي الكلام ده يحصل؟ يعني انا وعد حضرتك ان ده مش هيتكرر تاني، والمسؤول عن المشكله دي هيتجازى حالا. عم جاد ممكن تكلم لي الاوبريشن؟ خلاص. استاذ ايمن معلش كنت عايز اسال، هو مين المسؤول عن نظافه غرفه 7؟ غرفه 7 مصطفى الرومي. طب بعد اذن حضرتك خصم 3 ايام عشان الغرفه ما اتنظفتش. تمام ميرسي شكرا. هو الموضوع مش مستاهل خالص على فكره. انا مش قصدي ان حد يتجازى بسببي، الموضوع عادي ممكن يخش ينظف اوضه خلاص. معلش كان لازم يتجازى في ساعتها. اهو مصطفى جه اهو. مصطفى تعالى سلمى. استاذه سلمى بتقول ان غرفتها ما اتنظفتش امبارح، ممكن اعرف ليه ده حصل؟ انا اسف يا فندم، دي غلطتي، انا اكيد نسيت. هو حضرتك شغال في الهاوس كيبنج؟ لو مصطفى ده يبقى يستحق الجزء. قهوتي قهوتي يا فندم. مش عايزاه. على راحتك. هو ايه الموضوع بالظبط؟ الموضوع يا فندم مفيش موضوع ولا حاجه. يعني اول ما شافتك اتعصبت، هو انتوا اتكلمتوا قبل كده؟ يمكن يمكن. طيب روح شوف شغلك. ما تدقش عليه، الواد ده غلبان قوي. قهوتك. ما تاخدش بالحركتين دول، الواد ده اول ما جه كان عامل فيها بيتهته وهبل، وديك شايف دلوقتي لسانه فك وبقى رغاي كمان. ادخل عليها ما يهمكش. أنا ممكن أخد من وقتك دقيقة؟ لا طبعا مش ممكن، وامشي من قدامي حالا. حاضر. أنت نسيت الحاسة اللي عندك ولا إيه؟ أنت تقدر تخليها هي اللي تندهلك وتقول لك تعالى. بس الحكاية دي ما مشيتش مع جاسر، بس مشيت معاها. مصطفى. مصطفى. أيوة. عايز تقول إيه؟ كنت عايز أقول إن والله اللي حصل ده حصل غصب عني.
انا ممكن اقول لك حاجه بصراحه واتكلم كده واقول اللي جواه؟ اتفضل. اصل انا طول عمري بني ادم سلبي، ما بعبرش عن اللي جوايا، ما بقولش باللي انا حاسس بيه، يعني طول عمري حاسس بالاحباط وبالفشل لدرجه اني فكرت انتحر اكتر من مره. بس من يوم ما جيت الاوتيل ده وانا حياتي كلها اتغيرت، يعني حسيت ان انا بني ادم تاني، بقيت بني ادم احسن. احسن يعني هو مش احسن قوي بس احسن شويه، وبرضه الحمد لله. وخصوصا من يوم ما شفتك، من يوم ما شفتك اول مره اكتشفت حاجات جوايا ما كنتش اعرف انها جوايا. حسيت بطاقه كده، طاقه كبيره، ما اعرفش جات لي منين وازاي ومن عند مين، عند الله. ماشي، حلو قوي الكلام اللي انت بتقوله ده، بس انت برضو ما كانش ينفع ان انت تكذب عليا في طبيعه شغلك وتقول ان انت محاسب وانت اصلا هاوس كيبنج. لو كنت قلت لي الصراحه كنت احترمك اكتر، عشان ما بحبش كده. وانا حسيت ان انا لو قلت لك يعني ان انا مجرد واحد بينظف اوض ما كنتش يعني هتديني فرصه اقرب منك زي ما بتمنى. نعم، يعني ايه اصلا تقرب مني؟ وتقرب مني ليه وازاي؟ بصي، هو مش عارف اذا كنت اللي هقوله ده هبل ولا عبط ولا تخلف، ويمكن الثلاثه مع بعض، بس انا هقوله بقى والسلام واللي يحصل يحصل. لا لا، ما انصحكش ان انت تقول اي كلام هبل اكتر من كده، كفايه الهبل اللي انت بتهبله دلوقتي. طيب انا هقول، وانت ما تعترضيش، انت تقبلي الفكره عادي خالص. مصطفى، هو انت ساكت ليه؟ عارفه، انا بصراحه كده انا ابتديت احبك. ايه اللي انت بتقوله ده؟ هدي. يعني ايه هدي؟ مش هدي طبعا. يعني ايه بتحبني وازاي بتحبني؟ انا اصلا مش مصدقه احساسك ده، انت شفتني على بعض 3 4 مرات بس. بس انت تقبلتي الموضوع عادي وعديتيها ومفيش اي مشاكل، صح؟ هو يعني انا بصراحه المفروض ان انا اقوم واسيبك دلوقتي حالا. ايوه، وكمان المفروض ان انا هزقك واشتمك واقول لك يعني اللي انت بتقوله ده غلط. ايوه، بس كل ده ما بيحصلش ليه؟ يمكن عشان حاسه ان ممكن تديني فرصه تانية يعني معاكي. اكيد لا طبعا، ازاي يعني؟ انا وانت اصلا مختلفين عن بعض، وبعدين يعني انا مثلا يعني متعلمه كويس قوي قوي كمان. على فكره، وانا كمان متعلم كويس قوي 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 كمان. انا بكالوريوس تجاره وبتقدير جيد جدا 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 جدا، بس الظروف بقى نعمل ايه؟ يعني انت بكالوريوس تجاره؟ طب ليه ما بتشتغلش بالشهاده بتاعتك؟ معرفش، بس يعني الحمد لله قوي على اللي انا فيه ده. يمكن عشان انا طول عمري يعني مش بعرف اتواصل مع الناس وكده، ومش اجتماعي زي ما بيقولوا. بس انا كنا فين وبقينا فين؟ انا الحمد لله دلوقتي احسن بكتير بكتير، انت ما شفتنيش زمان. طالما انت اتغيرت قوي كده زي ما بتقول، طب ما تدور على شغلانه تناسب شهادتك. طب ما انا اهو الحمد لله مستر جاسر كتر خيره اداني فرصه حلوه قوي في الاوتيل، يعني بيديني مرتب كويس وبيعاملني كويس ووعدني بمكافآت حلوه، بيتهيألي مش هلاقي يعني فرصه ومعامله في مكان تاني احسن من كده. طب طالما مستر جاسر ده بيحبك قوي كده، طب ما يديك وظيفه زي شهادتك، واكيد هتاخد فلوس اكتر كمان. ايه ده؟ تصدقي صح، انا ما فكرتش في الموضوع ده خالص. على الدرجات انت سلبي؟ لا، او يمكن تقولي انا اتعودت على اللي انا فيه، اتعودت على شغلانتي. لا يا مصطفى، ده مش صح خالص على فكره. بصي، انا مستعد اغير ده كله، بس لو حسيت ان في التغيير ده يعني هيفرق معاك انت بالذات. بص، انا بصراحه مش عارفه انا قاعده معاك ليه. صح، وكمان مش عارفه ازاي عديت كلامي انت قلته دلوقتي، كتير قوي ما ينفعش تعدى خالص. عندك حق، وخصوصا ان انت راجل غامض وانا بكره الغامضين جدا، وكمان كذاب. انت كذبت عليا وانا ما استحملش اعرف بني ادم في حياتي كذاب. بس لو انت عايز فرصه معايا ان انت حتى تقول لي بس صباح الخير، صباح الخير بس، انت لازم تبقى اوضح من كده بكتير وتبطل كذب تماما. تمام؟ تمام. لو كذبت عليا تاني او بقيت غامض، انا بقول لك تجنب. تمام؟ تمام تمام. فضلك بقى قوم دلوقتي وامشي، عشان عايز اكمل شغل. مصطفى، فكر في الكلام اللي انا قلته لك، عشان مش هقوله تاني ابدا. تمام التمام، هفكر في كل كلمه قلتيها، مش هسيب كلمه من غير ما افكر فيها. اوكي، اتفضل. طب اعزمك على حاجه؟ طيب. لا شكرا. طب احاسب على القهوه؟ احنا لسه قاعده شويه. Thank you.
مستر جاسر، ازاي حضرتك؟ ازيك يا مصطفى؟ تمام الحمد لله. كنت عايز حضرتك بس في كلمتين. لا دلوقتي انا مشغول، بعدين. انت ما بتتكلمش معايا النهارده خالص. متضايق منك. الظاهر ان انا دلعتك زياده عن اللزوم. كمان شامم ريحه تمرد. تمرد؟ كل ده؟ يا ريت والله بعرف اعمل كده. ما كانش هيبقى ده حالي. ماله حالك؟ مليون ست تتمنى مكانك ده. لا على فكره، هي الحياه مش بس لبس وخروج. انا ست عايزه احب واتحب. هو انت ما بتحبينيش ولا ايه؟ ليه، هو انت بتحبني؟ لو الحب بالطريقه اللي انت بتفكري فيها يبقى اكيد لا. اكيد لا. امال عايزني احبك ازاي؟ انت ما سمعتيش عن الحب من طرف واحد ولا ايه؟ طرف واحد؟ واحب ليه من طرف واحد؟ وليه اتعذب؟ تتعذبي ازاي وانت بتقبضي 100,000 جنيه كل اول شهر؟ طب انا عايزه امسك اي حاجه في الاوتيل هنا. اشمعنى؟ عشان انت ما شاء الله شغلك بقى ماشي وانت مش محتاجني، وانا بصراحة مش عايزة طول الوقت باخد فلوس من غير ما اعمل اي حاجة. ايه رأيك لو اعينك ماركتينج مانجر عندي والنائبة بتاعتي كمان؟ بجد؟ ده حلو قوي. موافقة طبعا، بس بشرط. شرط ايه؟ تتعرفي على سلمى. سلمى؟ ايه ده، هو انت عايزني كوبري عشان تتعرف على الستات؟ لا كده كتير قوي. يا بنتي افهمي، سلمى دي مؤلفه سينما وانا سالت عليها وعرفت ان هي شاطره، وانت عارفه ان انا من فتره عايز انتك، عشان كده انا عايز اتعرف عليها. هو كده الحوار؟ اه هو كده. ولو عايزه تبقي النائبه بتاعتي يبقى تنفذي. خلاص يا عادل، قلت لك هترجع يعني هترجع. سيب لي انا الموضوع ده. يلا باي باي. صباح الخير يا بص. صباح النور. قولي لي، قريتي ده؟ ده ايه ده؟ ده قرار من مستر جاسر بتاعين ديما، مديرة الماركتينج ونائبة لي. نائبة لي؟ يعني انا هبقى الريبورتنج ليها؟ امال انا جيت اقول لك ليه؟ لا طبعا، دي حاجة مستحيل اقبلها. هو جاسر هنا؟ لسه ما جاش. عامة أنا اللي استلمت الميل وطبعت القرار فقلت أجي أقوله لك. يلا. Have a good day. صباح الخير. صباح. ايه ده؟ المفاجأة الحلوة دي، انت سبت الهاوس كيبنج؟ انا وعدتك ان انا هطور من نفسي، اهو الحمد لله دي اول خطوة. اتفضلي. برافو عليك، اصل انا ما كنتش متخيل انت هتبقى ايجابي بسرعة كده. لا بس خد بالك، انت لسه بعيد عن اللي انا كنت بقوله. يعني بس خطوة. صباح الخير. صباح النور. روح انت يا مصطفى. لا لا، انا عايزة مصطفى هو ياخد الاوردر. بليز معلش. تشوفي حضرتك. ميرسي. قولي لي بقى تحبي تاخدي ايه؟ ناخد على مزاجك انت. ماشي. يعني ايه رفض القرار؟ مستر جاسر ده مش تدخل مني، انا بتكلم في مصلحة الشغل. انا مش هقدر اشتغل تحت ديما، خصوصا ان انا عارفه ان انا افضل منها 100 مرة. ومين قالك انك هتشتغلي تحت ديما؟ حضرتك هو القرار بيقول ان هي هتبقى نائبة ليك، يعني هي هتكون ماي باص، وانا مش هقدر اشتغل بالطريقة دي. انتي عارفة يعني ايه النائبة بتاعتي؟ يعني المفروض ان هي بتحل محلي في عدم وجودي. مظبوط. طب هل انتي شفتي قبل كده ديما من غير جاسر؟ لا. ولا عمرك هتشوفيها. وصلت؟ ماشي يا مستر جاسر، اتمنى يكون الموضوع كده. انا كنت عايزة اكلم حضرتك بقى في حاجة تانية خالص. عادل؟ حضرتك عرفت منين؟ عشان انا عارف كل واحد بيشتغل هنا بيفكر ازاي كويس قوي.
وانتي اقسمتي ان مفيش حاجه بينك وبينه. ايوه طبعا انا اقسمت. اوكي اعتبريها تمليصه ودان وهرجع عادل قريب. اوكي ماشي مسكره. صباح الخير. صباح النور. ممكن اقعد؟ اه طبعا اقعد. انا سمعت ان انتي مديتي اقامتك كده كام يوم في الاوتيل. انا مبسوطه قوي في المكان ده. المكان ده فيه حاجه غريبه قوي. انت لو تعرف انا انجزت قد ايه في الكتابه. اصلا انا عندي رايتر بلوك رهيب. هو انت بتعرف انجليزي؟ طبعا شويه. يا ابني والله العظيم حرام عليك اللي انت بتعمله في نفسك ده. لا انت ما شفتنيش زمان، ده انا كده اتطورت على الاخر. انا زمان كنت قافل على نفسي اكتر من كده بكتير، حتى قلت لك اني حاولت الانتحار اكتر مره. ليه يعني؟ ايه اللي حصل لك عشان تعمل كده في نفسك؟ عادي يعني، واجهت الحياه كلها لوحدي وانا صغير. ابويا وامي سابوني زمان من بدري، وعمي بقى كتر خيره هو اللي رباني، بس برضه كتر خيره كان مسؤول عن عيال كتير قوي عنده. لولا بقى مستر جاسر ربنا يكرمه هو اللي اداني فرصه لحياه جديده. دايما في الحياه في فرصه جديده. طب اقول لك على صدفه حلوه وغريبه في نفس الوقت. عارف المكان ده اسمه ايه؟ اسمه نوفا فيتا. عارف يعني ايه نوفا فيتا؟ لا صراحه. نوفا فيتا بالايطالي يعني حياه جديده. عشان كده بالايطالي، بس انا ما اعرفش ايطالي. بس حلو حلو برضه، حاجه حلوه. انا اصلا من يوم ما شفتك وانا حاسس ان انا ابتديت حياه جديده على حياتي اصلا اللي هي كانت جديده. وكمان المكان ده يطلع اسمه حياه جديده؟ لا دي حاجه جديده عليا قوي. بس حلو حلو حلوه وتشجعني كمان ان اجاوبك على سؤالك اللي سالتوني امبارح وانا مطمن. لا لا قول ما تخافش. لا قول. مش انت كنت بتساليني نفسك او كنت مستغربه يعني ان انت ليه بتلاقي نفسك بتعملي حاجات انت ما كنتيش مخططه لها وتلاقي نفسك بتعمليها عادي؟ والحاجات دي كمان بيبقى ليها علاقه بيه؟ ايوه بالظبط. وانت بتعملي الحاجات دي عشان انا اللي بخليكي تعمليها. يعني ايه؟ مش فاهم. يعني انا اليوم ما شفتك وانا اكتشفت في نفسي قدره غريبه وحسيت ده معاك انت اول حد. فاهمه؟ لا لا خالص انا مش فاهم انت عايز تقول ايه بالظبط. افهمني اكتر معلش. بصي هو انت اي حاجه انت عملتيها أنا اللي كنت بوحيلك تعمليها. يعني تقدري تقولي كده أنا مسيطر على عقلك. أنت بقى عايزني أصدق كل الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ أنا عارف إنها حاجة مش طبيعية وغريبة، بس هو ده اللي حصل معايا، وحصل معايا أول أنت ما ظهرتي. ويمكن عشان أنت الحاجة الوحيدة اللي اتمنيتها في حياتي، واكتشفت موهبتي دي معاك أنت بالذات. مصطفى مش قادر استوعب اي حاجه من اللي انت بتقولها دلوقتي. طيب انا هخليكي تصدقي. انا خفت منك. لا 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 انا مش عايزك تخافي. طيب لسه خايفه؟ لا لا مش خايفه خالص، بس بعد ما غمضت عينك وجربت قدامي وحسيت فعلا مش خايفة، ده محسسني دلوقتي أنا خايفة منك أكتر. أنا مش عايزك تخافي، أنا يمكن أذيكي، أنا بحبك. أنا كمان حاسة إن أنا بحبك، بس أكيد أنت اللي خليتني أحس بده وده منطقي أكتر. طب أنت تقدر تعمل أي حاجة دلوقتي أنا مش عايزة أعملها تخليني أعملها؟ ايوه. طب يلا اعمل ساكت ليه؟ ممكن اخد ورقه من الكشكول بتاعك؟ اتفضل. انا هطلب منك انك تقطعي اخر صفحه انت كاتباها من الفيلم بتاعك.
ممكن ما تفتحهاش غير لما اقولك. مش طبيعي. انت اكيد فيك حاجه. لا هو انت فيك حاجه. بقول لك ايه يا مصطفى؟ لا تكلمني ولا تقرب لي تاني. واياك تفكر تخليني اعمل اي حاجه انا مش عايزاها. عشان لو عملت كده انا هفضحك وهقول لكل الناس وهاذيك، وانا قادر اعمل ده. انت فاهم ولا لا؟ سلمى امشي من قدامي دلوقتي حالا. سلمى اديني فرصه تانية بس، خليني اشرح لك. تشرح لي ايه؟ انت دلوقتي منعتني ان انا الغي الحجز بتاعي. انا كنت حاسه انت اصلا عرفت ازاي انا كنت بلغيه. انت مش قلت انت بتقراش افكار؟ لا لا خالص، انا عرفت من عم جدله. وبعدين انا مش ذنب ان ربنا اداني حاجه زي دي، وده طبعا ملوش اي علاقه خالص بمشاعري ناحيتك. مش مهم مشاعرك ناحيتي خالص على فكره، المهم مشاعري انا ناحيتك. هو انت ازاي اثرت عليا خليتني احبك؟ انا ولا مره اثرت عليكي، وكمان اول مره اعرف ان انتي بتحبيني. طب امشي دلوقتي لو سمحت. انا همشي، واوعدك اني مش هقرب منك مره تانية. مساء الخير يا هانم. مساء النور. خدت الاوردر؟ هانم لسه بتفكر. عموما تقدر حضرتك تاخد اوردرها بنفسك. تحت امرك يا هانم. ممكن اخد قهوة؟ سلمى عايز اتكلم معاكي. انا كمان عايز اتكلم معاك. بجد؟ انا اليومين اللي فاتوا دول كانوا صعبين عليا قوي. كنتش بعمل اي حاجه، انا بفكر فيكوا بس. في انا؟ ايوه، انا اتعلقت بيك اول ما اعرفش ازاي. بس انا ما جيتش جنبك ولا بعتلك اي حاجه. عارفه، عارفه انت ما عملتش حاجه، لانه كان احساس من جوايا، احساس من قلبي، ما كانش غصب عني ولا حاجه. انا اقدر افرق بين الاحساس اللي كنت بحسه قبل كده لما كان غصب عني، الإحساس أنا حاسة بقى اليومين. إيه الكلام اللي أنا بسمعه ده؟ هو أنت ما ينفعش تقعد شوية خالص؟ وأنا لو قعدت أترفض بس هقعد. بقول لك إيه؟ أنا بقالي يومين ما بعملش أي حاجة غير إن أنا بقرا عن موضوع التخاطر ده. أنت قريت عنه؟ لا بس كنت ناوي. طب خد بالك بقى عشان أنت عندك موهبة مش طبيعية. عشان خاطري اوعى تستخدمها معايا ولا مع غيري. ايوه بس معاكي وفهمتها، مع غيرك لا. ليه؟ علشان انت مش فاهم الموهبه اللي عندك دي ربنا اديها لك، هي مش سهله خالص. وبعدين انا خايفه ان انت تستخدمها بطريقه غلط وما تبقاش مصطفى الطيب اللي انا عرفته وتشدد له، يعني تبقى انسان وحش. انا عمري ما اعرف ابقى وحش، حتى لو حاولت مش هعرف. انا عمري ما اذيت حد، حتى موضوع التخاطر ده ما استخدمتوش مع ناس كتير، يعني حتى ما استخدمتوش عشان هدف معين. طب ونجحت؟ مش مع الكل. طب عموما موضوع التخاطر ده موضوع مش طبيعي، يعني موضوع صعب جدا وخطير. عارف يعني ايه تقدر تتحكم في بني ادم؟ بس الموضوع ده ما ينفعش مع مستر جاسر والمتر عمار. طب اشمعنى دول؟ مش عارف. ماشي مش مهم دلوقتي. عموما عارفه ان انا مش هقدر اطلب منك ان انت توقف الموهبه دي او ان انت تستخدمها، بس عشان خاطر وعدني ان انت ما تستخدمهاش خالص في اي حاجه تاذي حد. اوعدك. بس بس بس.
ممكن ادخل؟ ايه مستر جسر طالع. طيب انا هسيبك. طب بقول لك احنا لازم نتقابل في الكافيه. اوكي يلا ضروري. كن صادقا فيما تقوله فالصدق يصل الى القلب. المظهر الحسن والرائحة الطيبة تريح النفوس وتجذبها إليك. انظر في عيون الناس مباشرة وابتسم ابتسامة تلقائية. في ايه؟ ايه الموضوع؟ موضوع ايه؟ من ساعة ما رجعت القتيل وانا حاسك بتبعد عني. في الاول قلت اكيد مشغولة، بس حتى انا بقيت اكلمك برضه ما ترديش عليا. بصراحة مشغولة. وبعدين يعني عادل، وانا لو رديت عليك في التليفون هنقول ايه جديد؟ مش فاهم ده ايه النهجة الجديدة دي؟ هو انت عايز توصلي لحاجه معينه؟ برافو عليك، اخيرا استوعبت. بقولك يا عادل، انا اللي كان شدني ليك في الاول انك انسان ذكي، بس مش عارفه ليه دي فلتت منك المره دي. هو حصل ايه لكل ده؟ انا يا سيدي هقولك حصل ايه. انا رجعتك الفندق هنا علشان بس احساس التأنيب الضمير. انا اللي اتصلت بيك وقلت لك اطلع، وانت كنت مرعوب وميت في جلدك، وبصراحه كان عندك حق. انا بقيتش فارق معايا الكلام ده كله دلوقتي. أنا فارق معايا حاجة واحدة بس، أنت بقيتيش تحبيني زي الأول؟ نعم. طب بذمتك أنا عمري قلت لك إن أنا بحبك؟ أمال كان هيحصل بينا ده كان إيه؟ اللي كان هيحصل، كان هيحصل وما حصلش، وربنا بعت لي جاسر في الوقت المناسب. وبعدين يا عادل أنا مش عارفة أنت إزاي مش فاهمني لحد دلوقتي. أنا كده اللي شقية شوية ودماغي أوقات بتروح وبتيجي. وعلى فكرة حتى لو جاسر ما كانش موجود ما كنتش هتطول مني حاجة، هي بس اللي دماغي كده اوقات بتتجنن مش عارفة اعمل ايه. دنيا انا بحبك. وانا لا، ما بحبكش وعمري ما حطيتك في دماغي. وبعدين بصراحة يا عادل بعد ما انت ما مشيت جسر حلفتني بيني وبينك حاجة، قلت له لا وحلفت، وانت عارف ان انا ما بكذبش ولا بحب ابقى كدابة. بصراحة بقى انا عايزة الموضوع ده يتقفل لحد كده. شكلك بتلعب على تقيل. يظهر انا بقت شمالي عينك زي الاول. احسبها بقى زي ما تحسبها. بقولك يا عادل نصيحة، كل عيش، كل عيش كده واشتغل زيه. هاكل. مساء الخير. مساء النور. واضح ان انت مشغولة، اجيلك وقت. لا لا خالص، تعالى اقعد، ده مستر عادل كان قايم خلاص. تعالى. استاذه ديما انا اسفه جدا، انا تقريبا مش عارفه اوصل لك انا اقصد ايه بالظبط، بس الحقيقه انا مركزه في حاجه دلوقتي انا شغاله عليها، مستحيل اقدر اركنها على جنب وافكر في اي حاجه ثانيه. لا انا فاهمه قصدك، بس انا عرفت ان انت مديتي هنا عندنا الاقامه في الاوتيل. طبعا انت صاحبه مكان، وده بياكد لي كل يوم ان احنا هنبقى اصحاب. وجودي في اسكندريه مهم جدا عشان اعرف اركز في اللي انا بكتبه دلوقتي. طيب هو انت عندك مشكله لو قابلتي مستر جاسر؟ اصل هو بقاله كتير مستني، عايز يعرف دماغك فيها ايه. لو اوكي تمام يلا بينا، ولو لا عشان ندور على حد تاني. طيب بصي انا ما اعرفش ده بقى الكلام، انا مش هقابل مستر جسر، واعتقد ان انا وانتي مش هنبقى اصحاب ابدا، عشان انا شرط بالنسبه لي الانسان اللي هيكون صاحبي في يوم من الايام لازم يكون صادق معايا، وانا ده مش حاسه من ناحيتك خالص، انا اسف. بصي هو على فكره الموضوع مش كده خالص، بس زي ما انت عايزه. بعد اذنك اتفضلي. هو ايه الموضوع بالظبط؟ فجاه كده عايز تشتغل وتكبر وتطور من نفسك؟ انا مش فاهمه حاجه. لا هو مش فجاه قوي ولا حاجه، هو انا بعد ما اتعينت هنا بكام شهر حسيت ان جوايا حاجات اكتر اقدر اقدمها، وبالرغم ان انا عارف ان انا تعبتك معايا، انما حاسس انك في ظهري وعايزه تساعديني.
وعشان كده انا عايز اثبت لك اني اقدر اكون احسن. عايز اثبت ده ليك انت بالذات. انا؟ اشمعنى يعني؟ بصراحه انت اكتر حد انا حبيته في المكان هنا. ازاي؟ البني ادمين طاقه، وانت طاقتك مريحه بالنسبه لي من اول ما شفتك. انت عارفه لما كنت بتخصمي لي او بتاخدي اي قرار ضدي مش عارف ليه ما كنتش بتضايق. كلامك حلو يا مصطفى. حلو حلو قوي. دنيا اعملي لمصطفى كل اللي تقدري عليه عشان ترفعي منه. اعملي اقصى حاجه تقدري عليها. مصطفى انت كويس؟ لا لا ابدا ولا حاجه، انا كده بس ساعات بسرح شويه، ما تاخديش في بالك. طيب يا سيدي بص انا عاجبني حماسك قوي، وما تقلقش انا ان شاء الله هحاول اساعدك، بس سيبني عشان الموضوع ده محتاج تكتيك شويه. اوكي تكتيك على مهلك وانا مستني. انا مستني. اتفضل. تحت امرك يا مستر عادل. قول لي يا رمضان، انت ايه رايك في الواد اللي اسمه مصطفى الرومي ده؟ واد غلبان يا باشا، عايز يعيش. غلبان؟ ده انت اللي غلبان. طب انت فاكر كان شكله عامل ازاي اول يوم جه فيه هنا؟ الا فاكر، ده انا اللي مستقبله على الباب، ده كان غلوب خالص يا عيني. طب انت شفته امبارح او النهارده ولا لا؟ امبارح كان يوم الراحه بتاعي، والنهارده صحيح من ساعه ما جيت ما شفتوش. هو فين؟ حب اقول لك بقى ان الواد الغلبان ده بقى المساعد بتاع الانسه دنيا، وبقى يلبس بدله وجرافطه، وبقى بيه بقى مصطفى بيه. مصطفى بيه؟ طب وده ازاي لما مؤاخذه حصل يعني؟ هو انت مخضوض وبتقول ازاي؟ وانا عايز اعرف ازاي، وهعرف. انا عايزك بقى تسمعني كويس وتركز في اللي هقوله. اوبا ايش يا كدي؟ ايه رايك؟ عمر دي اقل بدله عندي في الدولاب عشان تبقي عارفه، او عشان ما بقاش كداب، دي تاني اقل بدله عشان في بدله اقل منها الصراحه. انت كنت فين طول النهار؟ ابدا كنت بعمل معاينات لاماكن كده، عايزك تبعنا. احكي لي انت يومك مشي ازاي؟ تمام تمام، هو تاني يوم بس الامور ماشيه حلوه قوي، حاسس ان انا انسان جديد. فدلعت. احكي لي عامل ايه معاها؟ لا تمام كويس جدا. تعرفي انا حتى بتعامل معاها بطبيعتي. لا يا شيخ تستهبل بقى، ولا احط رجل على رجل وتعالي بصيني. ايه ده هو ينفع؟ اه طبعا ينفع. استنى كده ما تستهبلش، هي كده من حركاتي معايا. اكيد مش هعمل كده طبعا، انا كل اللي بتمناه من الدنيا انك تحبيني وبجد من قلبك. يا سلام، يعني انت مش عارف ان هو ده حصل؟ بس انت عمرك ما قلتي. عاوز تسمعها؟ يا ريت. لا بلاش دلوقتي. ليه دلوقتي؟ يعني عشان مستنيه الشتاء يدخل ولا ايه؟ الجو حر؟ لا خلينا نحتفل بالنقله اللي حصلت لك دي. اوكي على فكره انا بعمل كل ده عشانك. مصطفى معلش. ايوه ايه في؟ انت ايه اللي معارك مع الجست؟ عادي اعرفها كويس. تعرفها منين بقى؟ نزيل عندنا وطلبت اقعد اتكلم معاها يعني اقول لها لا. والله؟ طب على اذنك. انسه سلمى، هو حضرتك ما تعرفيش ان الجاست ممنوع يقعد مع الاستاف بتاعنا خالص؟ مش حلو ان يبان شكلك كانك غيرانه. ده برضه مش مقامك. بس مفيش مشكله، احنا ممكن نستثنى حضرتك من الموضوع ده. كمل قعدتك يا مصطفى. على اذنك. هو انت خدت بالك؟ ايوه ده الجفت دي خطيره.
دي اتحولت 180 درجه. بقول لك ايه، انت تقدر ما تسيطرش بس على الناس، انت تقدر تسيطر على اي حد بره كمان. ايوه انا واخد بالي بس لسه شفتك. ايه اللي انت سمعته بقى؟ هو باشا كان واقف مع اللي اسمها سلمى دي، بس كانت بتقول له جمله غريبه قوي يا مستر عادل. قالت له اللي عندك ده تقدر تسيطر بيه على عقول كل الناس اللي موجوده هنا. اللي عنده ايه اللي عنده يعني؟ مش عارف، هو بصراحه انا اغلب الكلام ما سمعتوش، بس الجمله دي بالذات علقت في نافوخي. طب ما سمعتش اي كلام من الكلام اللي دار بين الاستاذه دنيا وهي واقفه؟ صعب صعب، ان انا كنت اقرب اكتر من كده والاستاذه دنيا واقفه كانت اكيد هتشوفني. بس اهم حاجه ان انت اطمنت ان الواد ده وراه حاجه ولازم نحط عينينا عليه. بيتهيألي صعب يا باشا ان انا احط عيني عليه دلوقتي، بعد مركزه الكبير والترقيه الجديده دي اكيد تعامله معايا هيختلف، مش هيبقى زي الاول. ماشي، وانا مش عايزك تركز معايا غير لما يبقى قدامك، يعني ما تجتهدش. انا عندي فكره يا باشا. قول. الواد عمر صاحبه، ايه رايك لو اقول؟ ما انا بقول لك لسه ما تجتهدش يا رمضان، انا مش عايز حد يعرف بالكلام ده كله، ولا عمر ولا غيره، انت فاهمني ولا لا؟ فاهم يا باشا، اتكل على الله دلوقتي. حاضر، عن اذن سعادتك. اتفضل. الواد ده وراه ايه؟ شفتي باشا؟ شكرا. وهو ده اللي حصل. صباح الخير. صباح النور. سلمى عايز اكلم معاكي. طب انا شويه وطالع الكافيتيريا فوق. اوكي. والله انا فرحان بيك قوي يا مصطفى يا ابني. هو مش لسه ينفع اقول مصطفى كده حاف ولا؟ جرى يا عبد كده، الله انت تقول اللي انت عايزه، وبعدين انا ما اقدرش انسى فضلك عليا برضو في اللي انا وصلت له ده. اللي انت وصلت له ده ما حدش ليه فضل فيه عليك ابدا الا انت بعد ربنا بقى سبحانه وتعالى، عشان مجهودك يا ابني، تعبك، شقاك، طموحك. برضه ما اقدرش انسى نصايحك. نصايح؟ وايه بقى فايده النصايح؟ الواحد يقولها وما يطبقهاش على نفسه. ها؟ على العموم كل واحد بياخد نصيبه يا ابني، البنك في الشباب. بس خليك عندك امل دايما، بكره احسن يا عم جدل. تفتكر يا بنتي؟ طبعا افتكر، ما افتكرش ليه؟ خلي انت بس عندك رغبه. رغبه موجوده والله موجوده، بس الصحه بقى، الصحه بقى نسياني يا استاذه سلوى. برضه يا عم جدل. سلوى انت ايه؟ انا قربت اصدق انها سلوى بجد. ايه سلوى دي؟ مش عارف ليه لازقه بقي كده. نغلق اسمها في البطاقه طيب عشان ترتاحوا. صباح الخير. صباح النور. طيب استاذن انا عن اذنك. ايه لسه زعلانه مني ولا ايه؟ ما افتكرش ان في حاجه بيني وبينك اصلا عشان ازعل منك. المره اللي فاتت لما كنا بنتكلم حسيتك كده فهمتيني غلط. ولا فهمتك غلط ولا فهمتك صح، ما تكبريش الموضوع. اوكي، هو انت قلتي لي ان انت برج ايه؟ اشمعنى؟ لا عادي، عذراء صح؟ هو انت مش شايفه ان السؤال غريب شويه؟ غريب ليه؟ لا خالص، اصل انا بحب اهتم بالابراج جدا، مهووسه ابراج. عموما انا قلت اصبح عليكي. صح، برج العذراء ده برج مش سهل خالص، صعب قوي. باي. ادخل. شكلك حلو النهارده. النهارده وامبارح وبكره انا دايما حلوه كده. مش قوي كده، في حاجات اهم، ذكائي وولائي ليك. شكلك كده جايه وعندك حاجه عايزه تقوليها. بالظبط. بخصوص مين بقى؟ اوعي تقولي لي بخصوص دنيا. لا دنيا ايه بس، خصوص الست هانم اللي مطنشاك، مش عايزه تقعد معاك تلات دقايق على بعض، اللي اسمها سلمى. ده لو طلع اسمها سلمى اصلا. تقصدي ايه؟
ممكن تشوف كده البيانات بتاعت النزلة عندنا في الأوتيل؟ شوف كده سلمى منصور مواليد شهر كام؟ بسيطة. أبريل، 25 أبريل. وأنا لما سألتها أنت برجي إيه؟ قالت لي العذراء. عذراء يعني من أغسطس لسبتمبر. دلوقتي بتقولي أبريل، يعني برج الثور اللي جاب القلعة جنب البحر. فيش حاجة خالص يعني، ممكن لما سألتيها ما رضيتش تقولك عشان مش عايزة تديلك تفاصيل عن حياتها. انت شايف ان الموضوع كده تافه صح؟ دي واحدة ظهرت فجأة ولوحدها وعمال بتمد الإقامة بتاعتها عندنا هنا في الأوتيل، ولما يجيلها عرض من ملياردير زيك ترفضه. وأهم من كل ده ان انا لما عملت سيرش على الإنترنت ما لقيتش فيه سيناريست اسمها سلمى منصور. عايز تقولي ايه؟ عايز اقول ان البنت دي في وراها حوار كبير قوي، وانا بقى مش ههدى غير لما اعرفه. في شركه اسمها اوموهو اوهويو، هي حاجه ياباني كده، عجبها قوي الاوفر بتاعنا اللي بعتناه بعد ما اتعدل. بس انت عجبني اكتر. الحركة دي قلقتني قوي على فكرة. هو ايه الحكاية؟ ولا حاجة. انت من اول يوم جيت فيه هنا وانا عيني عليك. بس انا قلت في حالي بالي يا سلام لو كان اهم من كده شوية. بس دلوقتي انت هو عمال تكبر ولسه هتكبر اكتر من كده بكتير. عشان كده بقى لازم تعرف ان انت من هنا ورايح لوحدي انا وبس. فهمت حاجة؟ فهمت. حلو، حلو قوي. بس في مشكلة صغيرة. أنا عارف يعني إنه عادل. عادل إيه وزفت إيه؟ انسى عادل ده خالص. بس قولي بقى، هي إيه حكاية سلمى دي؟ شايفك كده يعني مهتم بيها زيادة عن اللزوم، هو في حاجة؟ لا لا خالص، زي ما قلت لك بالظبط. هي نزيلة عندنا وبين أصحابه، فلازم اهتم بيها وجمالها، ده غير طبعا انه كمان تعرف ناس قرايبي. قرايبك؟ ماشي. يا ريت يبقى كده بجد. هو كده بجد. وبعدين خلي بالك سلمى دي مش ذوقي خالص. مش ذوقك؟ امال مين بقى اللي ذوقك؟ انا؟ اكيد طبعا. نفتح اللابتوب تاني ولا نخليه مقفول؟ كل ما اقول لك قرب لحد تجري عليه على طول. ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ مش انت اللي قلتيلي ولا ايه؟ مصطفى انا عايز اسالك سؤال. هو انت ان شاء الله كده يعني بعد ما تحقق احلامك وتعمل كل اللي انت عايزه هفضل انا حلم من احلامك وطموحك ولا ايه؟ صدقيني لو قلت لك ان انت العلم الوحيد دلوقتي في حياتي. يعني انت مش بتضحك عليا؟ سكت ليه؟ في دوامه يا سلمى. دوامه كبيره. شكلي كده بدات حكايه انا مش قدها. ازاي؟ ازاي؟ يا ريت نخلي ازاي دي لوقتها.
مصطفى انا بقيت بحبك قوي. وانا كمان بحبك يا وسام. تصبح على خير. وانتي من اهله. صباح الخير يا هانم. اجيب لحضرتك فطار كل يوم؟ انسه سلمى. اوكي يا هانم. تحت امرك. معقول يا مصطفى؟ انت بتضحكي على ايه؟ ايه اللي انا قلته ده؟ لا ما انت ما فتحتش بقك اصلا. امال بتضحكي ليه طيب؟ ممكن افهم؟ لا دي حاجه كده اسمها بالونه اختبار. بالونه اختبار؟ لمين؟ لمين؟ ليك، ليك انت وصاحبتك اللي قاعدة ورا دي هتفوتكوا من غير مننا دلوقتي. اوعى تبص وراك. بتعملي كده ليه؟ فهميني. مش مهم انت تفهم، المهم انا بقى فاهم. بقول لك ايه؟ انت ضحكت عليا امبارح وفهمتني ان مفيش حاجة بينك وبين الست سلمى دي. مش عارفة ازاي انت ضحكت عليا. ممكن نكمل الكلام الخايب ده احسن فوق لما نطلع مكتبنا لوحدنا. طبعا طبعا وماله. كمل اكل. عمار روح ناديني مستر مصطفى بسرعه. مصطفى مستر؟ ناديه بسرعه. حالا. مستر مصطفى انسه سلمى عايزاك. حضرتك عايزه حضرتك. اوكي. انت رايح فين؟ بيقول لك عايزاني. خليك قاعد مكانك، أنا قلت لك تقوم. صباح الخير يا أنسة سلمى. صباح النور. اتفضلي. هو أنتي اسمك مصطفى اللي من دول؟ لا والله بس مصطفى مش هيقدر يجي لك دلوقتي. وبعدين بما إني مديرة مصطفى ما ينفعش كاست مهم قوي زي حضرتك كده يطلب حاجة وما يجيلوش بنفسي. تحت أمرك. لا يا حبيبتي العفو. أنا عايزة مصطفى. ما هو مصطفى مشغول قوي. أموري. طيب طالما انت مصممه قوي دلوقتي روحي انت ناديلي مصطفى بنفسك. لا ما هو للاسف مصطفى مش هيقدر يجي لك خالص عشان هو مشغول بيعمل حاجه في ايده. تأمري بأي حاجه تانية؟ شكرا. لا انا عايزاك ضروري اتكلم معاك. في ايه؟ مش هينفع هنطلع لي فوق. ارتحتي؟ قوي. هاكل انا نفسي مفتوحه. أبقى. الفطار يا أنسة سلمى. ملك يا بنتي أنا تعبت أوي يا بابا. أنا تعبت أوي يا بابا. الله 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 الله. إيه؟ في إيه يا سلوى يا بنتي؟ ما بقتش قادرة أستحمل. أنا مضغوطة جدا. لا. إجمادي. إجمادي يا سلوى. هتيجي على الآخر وتقولي مش قادرة. على خلاص. هنوصل يا بنتي. ما تضيعيش كل اللي عملناه. بقول لك مضغوطة بجد مش قادرة استحمل في حاجات كتير فوق طاقتي. طيب انا هسألك سؤال وتجاوبيني بكل صراحة وانت عودتيني على الصراحة. انت بتحبي مصطفى؟ انا بقيت بحبك قوي. وانا كمان بحبك قوي يا سلمى. بتحبي مصطفى؟ ايوه بابا انا حبيته. وده اللي انا كنت خايف منه. ده اللي انا كنت خايف منه.
بس يا بابا مصطفى بيحبني. وانتي ايش عرفك؟ يا بابا انت بتسألني السؤال ده؟ اللي اعرفه انك بتقري افكار المخ مش القلب. بابا طب مصطفى بيحبني وبيحبني قوي كمان. اوعى تكوني بتفكري تقولي له. هو انت كمان بقيت تقري افكاري؟ اوعى تعملي كده يا سلوى. اتجننتي؟ بابا صدقني مصطفى ده انسان كويس جدا، عنده ضمير وبيحب يعمل خير لاي حد. مصطفى لو عارف احنا قاعدين هنا ليه بندور على ايه مش بعيد يقف جنبنا ويبقى في ظهرنا. بس انت مش عامله حساب رد فعله لما يعرف ان انت خدعتيه وانه مجرد وسيط وانه ما عندوش موهبه التخاطر. لما يعرف ان انت اللي بتعملي كل ده اكيد هيكرهك. تخيلي لما يعرف انك انت اللي اوحيتي ليه بانه يطلع للسطح وانه يبص عليكي، وإن بعد كده لما مشيتي وقفلت النور يتخيلك قدامه ويستدعيكي تاني فيليكي بتنفذي اللي بيطلبه منك فيذهل. تخيلي تخيلي كل ده لو عرفه هيبقى إيه إحساسه؟ أكيد هيكرهك. لا يا بابا مستحيل يكرهني، أنا برضو عملت له حاجات كتير. أنا غيرته، هو كان فين وبقى فين دلوقتي؟ بس انت ما كنتش بتعملي كل ده عشانه. انت بالنسبه له واحده وهمتيه. وهمتيه ان عنده قوه خارقه. لكن الحقيقه الحقيقه ان ده كله منك انت. هتبقى صدمه. صدمه كبيره قوي ليه يا بنتي. بابا انا متاكده ان مستحيل ان هو يكرهك. مستحيل مستحيل مصطفى يكرهك، انا متاكده. هيكرهك ومش هتقدري تتواصلي معاه، ولا هو يقدر يتواصل مع جاسر. وهنفقد كل شيء، هنفقد كل شيء يا سلوى. بابا انا مستعد اخسر اي حاجه في الدنيا، بس انا مش مستعد اخسر مصطفى ابدا. يا حلاوه يا حلاوه، روحي واكشفي كل شيء. وليه؟ علشان جاسر يرميني تاني زي ابوه في السجن. بس المره دي يا ماما انا مش انا اللي هروح السجن لوحدي. لا لا، انت هتكوني معايا وهيبقى حقنا مهضوم. حقنا مهضوم يا سلوى في الهوتيل ده. يا بابا احنا لحد دلوقتي اصلا مش عارفين نوصل مصطفى لجاسر، وكمان مش عارفين الورق حاطه فين جاسر. يا بابا هم قربوا يشكوا فيا انا شخصيا، طلبوا مني اصل بطاقتي. اصل بطاقتك؟ ايوه. مين اللي طلب منك؟ حسام، حسام اللي في الريسبشن. حسام، طيب انا هحاول اشوف الموضوع ده. بس ارجوكي ارجوكي يا سلوى، انا كنت ساكت طول حياتي هنا، كنت ساكت، كنت راضي ان انا اعيش في الهوتيل ده واموت فيه. بس انت اللي جيتي وصحيتي احلامي، حلمي اني استرد حقوقي في الهوتيل ده. ها ارجوكي ما تخذلنيش، ده حلمي، حلمي وحلمك يا سلوى. أنا لازم أمشي، لازم أمشي. أنا بقى عملت حاجة أسهل من كل ده، اديت اسمها لواحد صاحبي ظابط هيكشف لنا عليه، وده بقى اللي هيجيب لنا من الآخر. يا ريت تطلع نصابة ونبقى خلصنا منها. بس هي ممكن تقول إن هي ملهاش علاقة بصورة البطاقة اللي عندنا؟ أكيد ممكن. بس خلينا نستنى الاول نشوف هي ضربه بطاقه فعلا ولا لا. طب بقول لك ايه، ما تيجي ناخد راي مستر جاسر؟ لا طبعا، انا مش عايزاك تتكلم مع اي حد في الموضوع ده غير لما اقول لك. موضوع ايه بقى؟ خلاص حسام تقدر تتفضل. بس يا ماما اقعد يا حسام. ايه بقى؟ يعني انا افهم من كلامك ان انت مش متظبط دنيا؟ ايوه يا عمر، مش مظبط دنيا ولا حاجه. يبقى بتحب سلمى؟ بحبها، بحبها يا عمر. يا اخي كل لما اتكلم معاك بحس ان انا ضايع،
يعني انا اقدم منك هنا وانت جيت عليا وعليت ووصلت وبقيت مع الكبار ومن سلمى الدنيا. ايه يا عم، ايه يا عم، هو القر ده اللي هيخسف بيا الارض عشان خاطرك يا عم عمر؟ يا عم انا بقول ما شاء الله في سري، مش هحسدك، انت صاحبي يعني وحب لك الخير. ما عشان انا صاحبك بقى، يا ريت اللي دار بينا ده مش حد يربيه خالص. ها عيب الكلام ده ديش، متقلقش. تمام، انا كده قلقت. انا هقوم بقى عشان عندي شويه شغل كده اخلصهم واجي. ماشي، ربنا يستر. لا انا عايز اسمع تفاصيل اكتر. مفيش تفاصيل، هو بعد ما حضرتك مشيتي قالت له الجمله دي بالظبط، انت اللي عندك ده تقدر تسيطر بيه على عقول كل الناس اللي هنا. حضرتك بقى تفتكري اتكلمتوا في ايه، قلتوا ايه، تقدري تربطي بين الكلام وبعضه. ايه ده، انا فعلا يوم ما كنت داخله اقول حاجه ولقيتني بقول حاجه تانية خالص غريبه. ايوه، يعني ده هيكون جن مثلا؟ شوفي سعادتك، انا بعد اللي حصل ده واجهته واتكلمت معاه وحبيت استفسر منه عن شويه حاجات كده يعني، وقلت له ان انا عندي علامات استفهام كتير جدا حواليه، بس في حاجه غريبه جدا حصلت. هو ما استغربش خالص على اللي انا بقوله ده، واكنه كان عارف ان انا هسال، او كان عارف فعلا ان في حاجه مش مظبوطه. طب روح انت رمضان. حاضر، انا اذنكم. اتفضل. سمعت بودنك؟ اه سمعت بودني، بس ده كله مجرد كلام، ما فادنيش بأي حاجة خالص. عارف، بس برضو متأكد ان انت هتدوريها في دماغك وهتفهمي. ازيك؟ تمام الحمد لله. عاوز اشوفك. ايه، وحشتك؟ انا وحشتك؟ اكيد طبعا وحشتيني، وحشتيني قوي. خلاص يبقى تعالى نتقابل في نوفا فيتا كمان شويه. ولا يا عمر، ازيك يا عم رمضان؟ قلت ايه؟ لا لا تمام، على ميعادنا. اوكي هجيلك ساعه بكده. هستنيك. وانت ايه اللي بيجيبك في اوضتنا المتواضعه هنا يا مستر مصطفى؟ احنا مش اتفقنا بلاش مستر ده يا عم رمضان؟ حسسه بحبك، لازم نفهم بيفكر في ايه. عم رمضان، انا قلت لك قبل كده ان انا بعتبرك زي ابويا، وما ينفعش ابويا يبقى شايفني بالصوره الوحشه دي، وخصوصا ان انا مش كده. انت ليه بتعملني وحش قوي كده؟ انا بس عايز اطمن ان انت مفيش وراك حاجه وانت مخبيها عن الكل يا مصطفى. لازم رمضان يطلع كل اللي جواه. قولي اللي جواك، قولي انت قلقان من ايه وعارف ايه. اكلمك بصراحه، انا مره سمعت سلمى بتقول لك انك عندك حاجه تقدر تسيطر بيها على عقول كل الناس اللي حواليك. ايه هي الحاجه دي يا مصطفى؟ انت قولي، لما سمعتها بتقول كده فسرت ده ازاي؟ بصراحة يا ريت. فسرته على انه جن. انك مخاوي جن يا مصطفى. أعوذ بالله يا راجل يا طيب. جن ايه بس؟ انت شايفني قدامك بصلي. يعني انا راجل اعرف ربنا. بص يا عم رمضان، أنيسة سلمى لما قالت لي كده كانت بتتكلم على لساني الحلو ومعاملتي مع الناس، الحب والود اللي بعملهم بيه. بالحب تحل كل مشاكلك، كله بالحب يا عم رمضان، كله بالحب. لا حول ولا قوة إلا بالله، أنا مصدقك يا ابني. أنا آسف إني ظنيت فيك السوء، عشان كده عايز أعترف لك بحاجة. أنا كنت براقبك. تراقبني؟ ليه؟ أيوة كنت براقبك. مستر عادل، مستر عادل كان مكلفني ان انا اعمل كده، وانا وافقته لاني كنت شاكك فيك ساعتها. كنت بنقل له كل كلمه بسمعها وكل حركه بشوفها، وده طبعا
قصبا عني، عشان كده انا بكفر عن غلطتي وبكلمك بصراحة، وكمان بحذرك عادل ده مش بيحبك، خد بالك من نفسك يا مصطفى. متشكر عم رمضان وكتر خيرك بيه. انت لازم توصل لجاسر اسرع من كده يا مصطفى. اسرع من كده ليه يعني؟ اشمعنى؟ هو ايه اللي اشمعنى؟ هو انت نسيت عم رمضان قال لك ايه؟ انت عرفت منين رمضان قال لي ايه؟ كنت معانا ولا ايه؟ لا ما كنتش معاكم. انا اعرف اكتر من كده بكتير. بص انا هشرح لك، بس انت حاول تفهم كلامي وتستوعبه عشان ممكن يضايقك قوي. اتفضلي انا سامعك. الحكاية ابتدت سنة 78 لما سعد الدهبي وإبراهيم العادي راحوا اشتروا فندق إليت. وقتها كان الفندق مقفول بقاله أكتر من سنة، وطبعاً كان بيخسر وتعرض للبيع. راح وقتها إبراهيم العادي وسعد الدهبي علشان يشتموا، كل حاجة كانت ماشية كويس واشتروا الأوتيل وبقى من أهم أوتيلات اسكندرية، لحد ما في يوم سعد حصل له مشاكل كبيرة قوي مع الضرايب، واقترح عليه ساعتها صديقه وعشرة عمره إنه يبيع له الفندق بعقد بيع وشراء معاه ورقة إن العقد سوري مش معترف فيه، عشان طبعا الضرايب متحجزش عليه لحد ما يظبط وضعه يعني، وعشان ياخد احتياطه أكتر خد توكيل من إبراهيم يقدر يبيع في حصته في الفندق لنفسه لما مشاكله تخلص. وطبعا البيع ده تم من غير ولا مليم. المشكلة ان التوكيل ده اختفى من بيت سعد فجأة، واتضح ان ابراهيم هو اللي سرق التوكيل وانكر حق سعد. وقتها المحامي بتاع سعد وابراهيم توفى، وكان هو اللي عنده العقد السوري اللي بين سعد وابراهيم، واستلم العقد السوري ده من ورثة المحامي. وطبعا ابراهيم ما لحقش ياخد الورقة دي اللي كانت تهمه جدا، لانها بتأكد ان عقد بيع الفندق ده باطل. سعد لما راح الشهر العقاري علشان يطلع بدل فائد للتوكيل ده، اكتشف ان الموظفين اللي هناك مزبطين مع ابراهيم وقالوا له مفيش اي حاجه في الدفاتر تخص التوكيل ده. ومنفجر ابراهيم لفق لسعد قضيه مخدرات اتسجن فيها 15 سنه. سعد ده يبقى عم جد الله ابويا. جد الله؟ من فضلك سيبني اكمل. أنا عايزة أقول لك الحكاية اللي أحكيها لك التانية دي هتلزمك أكتر بكتير، لأنها تخصني وتخصك. أنا قعدت فترة في لندن درست فيها الباراسايكولوجي، علم التخاطر، بقى عندي القدرة إن أنا أقرأ عقول الناس وأسيطر على مخهم وأقدر أسخر أي حد ينفذ اللي أنا عايزاه. فقلت ليه ما أرجعش مصر وأحاول أدور على وسيط يساعدني ان انا ارجع حق ابويا في الاوتيل. كنت محتاجه وسيط يكون عقله مش مشغول وهادي، ادخل عن طريقه لدايره جاسر اللي يمكن اقدر ادخلها بنفسي، لاني بكرهه وبكره كل اللي حواليه. والاتصال والتواصل العقلي بين اي اتنين بينهم مشاعر كراهيه شيء مستحيل. كنت محتاجه شخص اقدر اسيطر عليه واكبره جوه الفندق واوصله اللي انت وصلت له. بابا قعد فتره طويله قوي يراقبك لحد ما اتاكد انك انت الشخص المناسب. لا برافو، حقيقي برافو. يعني انا كنت مجرد مشترك موصل جيد للحراره مش اكتر. ما عنديش موهبه ولا حاجه، بس انا استخدمتها معاكي لما جيت لك هنا وكنت متردد اكلمك. أنا اللي فكرت لك في ده، وأنا اللي شجعتك عليه. مصطفى ما تخافش مصطفى وتعال. ادخل عليها ما يهمكش، بس أنا لما جيت لك هنا أنت قلتي لي امشي، وبعد كده
أنا خليتك ترجعيني تاني. كل ده كان متخطط لي. أقنعني يا مصطفى أنا سامعك. أنت نسيت الحاسة اللي عندك ولا إيه؟ أنت تقدر تخليها هي اللي تندهلك وتقول لك تعالى. مصطفى. مصطفى. يا ده أنت طلعتي ممثلة شاطرة قوي. أنا عملت كل ده علشانك. أنا حبيتك بجد. والله العظيم أنا كمان حبيتك قوي. حبيتك وعشان كده جاي أقعد قدامك دلوقتي وأحكي لك كل حاجة والنبي صدقني يا مصطفى. صدقك ها؟ أفتكر دلوقتي لما كنت إزاي بتوصفي لي إن أنت مبهورة ومخضوضة وإنك بتعملي حاجات أنت مش عايزة تعمليها، بس أنا موهبتي الفذة هي اللي خلتك تعمليها. أنا محتاجة أي حاجة أفهم بيها إيه اللي بيحصل ده. أوعى تقول لي صدفة. قول لي أي تفسير تاني، مفيش أي تفسير تاني. فاكر هي قالت لك إنها ما بتحبش كده؟ يبقى أنت لازم تقولها. طب أنت تقدر تعمل أي حاجة دلوقتي أنا مش عايزة أعملها تخليني أعملها؟ إيه اللي أنا بعمله ده؟ أنا رأيي إن أنت تسيب الشغل في الأوتيل طبعًا. وبشهادتك روح اشتغل اي وظيفه تانية، اشتغل في بنك، اشتغل في شركه، اي حاجه مناسبه. لا طبعا غلط، غلط طبعا نسيب الفندق، بالعكس. مش حلو ان يبان شكلك كانك غيرانه. ده برضه مش مقامك. احنا نقدر نستثنى حضرتك من الموضوع ده. كمل قعدتك. برافو. بجد برافو. مصطفى انت رايح فين؟ انا ماشي. واوعي تحاولي ترجعيني تاني، لانك لو حاولتي مش هتعرفي. ادخل. نعم، عايزة ايه؟ عايزة اعرف انت ناوي على ايه؟ هتقولي جاسر عليا؟ وده هيفرق معاكي؟ ما تمنعيني، سيطري على عقلي وخليني ما اقولوش. والله العظيم حتى ما حاولتش. عايزة افهم حاجة واحدة بس، بعد ما توصليني لجاسر، عايزة منه ايه؟ انا كان كل امل ان انا اوصلك لجاسر، اخليه يحبك ويثق فيك. بعدها كنت انا هسيطر عليك عشان احاول اعرف العقد فين بتاع الاوتيل ده، واثبت حق بابا في الاوتيل. بس للاسف جاسر ما بيحبش حد، ما بيحبش غير نفسه، واي حد مصلحته معه بس. كل ده ما يهمنيش. أنا لسه عندي أسئلة كتير أوي. عندك حق، وأنا مستعدة أجاوبك على أي حاجة. بس عشان خاطري، لو أنت قدرت توصل لجاسر ساعدني إن أنا أوصل للورق ده، وساعتها نمشي أنا وأنت من هنا وحياتنا تبقى أحسن أكيد. أنا حاولت قبل كده معاك إن أنا أوصلك ليه بس ما قدرتش، عشان خاطري أوصل له تاني. ولو ما عملتش كده؟ أنت حر، اللي أنت عايزه، مش عايز تعمل ده ما تعملوش. عايزني آخد أبويا وأمشي من هنا حالا همشي، بس تعالى نمشي سوا. أنا عايزة أكمل حياتي معاك أنت يا مصطفى. أنا وجودي هنا غلط، خليني أمشي. أخرت ليه يا سيدي؟ مش اتفقنا ما نتكلمش غير لما تنام؟ آخر التطورات إيه؟ كله تمام، اعترفت لك كل حاجة، كل شيء. بتحبني؟ طب وانت؟ انا بحب شغلي وبس. كويس، طالما بتحبك يبقى هتدي لك العقد السوري اللي معاه. دي الورقه المهمه اللي مع ابوها، لو الورقه دي بقت معايا يبقى الموضوع ده مات وانتهى للابد. وبالمناسبه هما بداوا يكشفوها في الاوتيل، والنهارده انا وقفتهم انهم يدوروا وراها. حلو، واطمن هيحصل، هجيب لك كل اللي انت عايزه. بس اول ما الورقه تكون معاك فلوس تكون جاهزه، عايزها كاش، سلم واستلم. يا ريه سلم، وانا عمري قصرت معاك؟ من اول مره تقابلنا وانا كلمتي معاك واحده. سالم البنداري. اتفضل. انا اسف ان انا بقابلك بره الاوتيل، بره مكتبي.
بس ده لسرية الموضوع. مفيش مشكلة. أنا الحقيقة بقالي فترة طويلة بدور على شخص عنده إمكانياتك. أتمنى إنه كنت وفقت بمقابلتي ليك. أعتقد التجربة لوحدها كفيلة إنها تجاوبك على سؤالك ده. كنت أحب إن إجابتك تطمني أكتر من كده. أنا عارف إن إجابتي ما تطمنش، بس صدقني دي الإجابة الدقيقة. شوف يا سالم، أنا والدي إبراهيم العايدي مصاب بالزهايمر وأمراض تانية كتير بقاله أكتر من 10 سنين، عشان كده أنا اللي بدير أملاكه. أبويا زمان كان مشارك واحد اسمه سعد الدهني. للأسف سعد ده طلع نصاب وحرامي، ضحك على أبويا واستغل مرضه ومضى العقد بيع وشراء لكن سوري. العقد ده هو احتفظ بيه عشان يستغله في الوقت المناسب. سعد ده مختفي بقاله سنين كتير. من كام سنة كده جه راجل كبير في السن يشتغل في الأوتيل، اشتغل بارمن. وقتها قال إنه كان بيشتغل في الفندق من زمان في السبعينات. الراجل ده كان له تصرفات غريبة جدا جوه الأوتيل، ولما حطيته تحت مراقبتي اكتشفت إن هو نفسه سعد الذهبي. وعرفت كمان إنه عنده بنت اسمها سلوى. سلوى دي بقى عندها نفس الإمكانيات اللي عندك. وعرفت إنه بيجهزها عشان تيجي الأوتيل وتحاول تسيطر عليا من خلال شخص قريب مني عشان يوصلوا للورق اللي معايا. حلو، والمطلوب؟ بص يا سالم، أنا عندي ورقة هم عايزينها مني، وهم عندهم ورقة أنا عايزها. المشكلة بقى إن أنا معرفش بنته دي لما هتيجي الأوتيل هتيجي باسم مين، ومعرفش شكلها برضه، ولا مين الشخص اللي عايزة تسيطر عليه. عشان كده أنا لما فكرت لقيت نفسي ما قداميش غير حل واحد بس، إن أنا لقيك. عشان لا يفل الحديد إلا الحديد. تمام، كمل. اللي فهمته من المكالمات اللي أنا سمعتها بينه وبين بنته إنهم هينتظروا وصول شخص سهل السيطرة عليه وتجهيزه إنه يكون قريب مني، وبالتالي يسيطروا عليا من خلاله. الشخص ده لازم يكون حد تبعي أنا من أول لحظة. أنا اللي لازم أختاره مش هما اللي يختاروني. معنى كده إن الموضوع هيستلزم دخولك المكان وتتواجد فيه لفترة، وبشخصية سهل إنهم ينخدعوا فيها ويشوفوا إنها الوسيط المثالي. بس ده هيكلفك كتير قوي. هيكلفني المبلغ اللي يحولك من شخص ميسور الحال لمليونير. وأنا جاهز. أنا مش مصدق نفسي يا سالم، أنت إزاي عملت كده؟ كله بالحب. كله بالحب بيلينا يا مستر جاسر. ده أنا اللي بحبك. فلوسي جاهزة؟ آه طبعًا جاهزة، أنا عند كلمتي. اتفضل. اتفضلي. ايه ده انت بتهزر؟ العقد والتوكيل؟ عملتها ازاي مع جاسر دي؟ اول ما اديته العقد اللي هو وابوه بيحلموا بيه طول عمرهم ما صدقش نفسه، وفجاه لقيته بيحبني من جوه قلبه. في اللحظه دي قدرت ادخل له واسيطر على عقله. ده انا اللي بحبك يا اخي. فلوسي جاهزه؟ اه طبعا جاهزه، انا عند كلمتي. اتفضل. أنا متشكر جدا وبجد فرصة سعيدة، ودايما نتقابل في الخير. أنا مش هسيبك، ده أنت حبيبي. ادي لسالم العقد والتوكيل، رجع حق سلوى وأبوها. سالم، زي ما قلت لك كله بالحب، وأنا بحبك أوي. أنا يلا بينا. بس انت عارفه باللي عندنا ده احنا هنخربها. تفتكر؟ طبعا انا سامع.